بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الصغار. اليوم لدينا موعد مع درس جديد خاص بالظواهر اللغوية: الفعل المجرد والمزيد، الجملة الفعلية، الأمر. لاحظوا معي أعزائي الصغار هذه الجملة: لدينا فتح الطفل الصنبور، انطلق الماء فأغلقه فورا. لاحظوا هذه الكلمات التي كتبت باللون الأحمر. نعم، إنها عبارة عن أفعال. لنلاحظ الفعل فتح. فتح عدد حروفه ثلاثة، إذن هذا فعل مجرد. ننتقل إلى الفعل الثاني: انطلق. انطلق عدد حروفه أكثر من ثلاثة، إذن هو فعل مزيد. إذن الأفعال هي إما أفعال مجردة أو أفعال مزيدة. إذن الفعل المجرد ما كان عدد حروفه ثلاث، والفعل المزيد ما زاد عدد حروفه عن ثلاث. إذن ننتقل إلى الصفحة 167. ننجز هذه التمارين. أحول الفعل المجرد إلى فعل مزيد كما في المثال: لدينا خرج، استخرج، غفر، استغفر، قبل، استقبل، حسن، استحسن، عمل، استعمل. ننتقل للتمرين الثاني: أصرف حسب الجدول. لدينا هو يستخرج، أنت تستخرجين، هن يستخرجن، هم يستخرجون، نحن نستخرج. هو يستغفر، أنت تستغفرين، هن يستغفرن، هم يستغفرون، نحن نستغفر. هو يستعمل، أنت تستعملين، هن يستعملن، هم يستعملون، نحن نستعمل. إذن أعزائي الصغار، ننتقل إلى جملة أخرى. لاحظوا: افتح الصنبور، اشرب الماء، أغلق الصنبور فورا. لاحظوا هذه الأفعال: افتحي، اشربي، أغلقي. هذه الأفعال كلها هي في الأمر: افتح، اشرب، أغلق، أفعال أمر. لاحظوا الجملة: اشربي الماء. هذه جملة فعلية، ابتدأت بفعل أمر. إذن جملة فعلية بدأت بفعل أمر. نبقى في نفس الصفحة 167 وننجز التمرين التالي. ألاحظ وأنجز كما في المثال: غسل وجهه، اغسل وجهك. مسح أطرافه، امسح أطرافك. أكل وجبته، كل وجبتك. إذن أعزائي الصغار، كان درسنا اليوم خاص بالفعل المزيد والمجرد وبفعل الأمر. إذن قوموا بمراجعة دروسكم كي نقوم بالتطبيق في الحصة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.